ومعنا مشاهدينا عبر الهاتف المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور فايز أبو شملة. بداية دكتور، كيف تعلق على ما قالته المصادر بأن الزيارة التي سوف تقوم بها حماس إلى القاهرة سوف تشهد اتفاق مع القاهرة في وساطة القاهرة مع الاحتلال حول إجراء هدنة قد تستمر لمدة عامين؟ يأتي ذلك استكمالا للجهود المصرية والقطرية والدولية التي بذلت على مدار عدة أشهر منذ انطلاق مسيرات العودة بهدف تحقيق تهدئة ما بين المقاومة الفلسطينية وأهالي غزة وبين الاحتلال الإسرائيلي. التهدئة تستكمل من خلال تحقيق المصالحة الفلسطينية، هذا أظن ما يسعى إليه الأطراف الآن بعد أن تم تحقيق التهدئة، ولا سيما أن السيد عباس شكل عقبة في تحقيق المصالحة من خلال العقوبات على غزة وفرض الاشتراطات. الآن بعد أن تم توفير جزء من الأموال لقطاع غزة، بمعنى آخر تجاوز هذه العقوبات، صار بإمكان الحديث عن المصالحة ليست تحت الضغط وإنما تحت ظل التكافؤ إلى حد ما بين غزة ورام الله. طيب يا دكتور، البعض ربما يتوقع بأن إتمام هذه الهدنة بين قطاع غزة المحاصر وبين الاحتلال ربما تكون هذه الهدنة أسبق من إتمام المصالحة بين الفصائل الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة. هذا صحيح، الهدنة تبين أنها أهم وأكثر إلحاحا من المصالحة، قلته ولا سيما أن السيد محمود عباس كان يضع عراقيل أمام المصالحة. تحقيق التهدئة بيعطي غزة شيء من القوة، شيء من الحضور، شيء من فرض الإرادة الجماهيرية على شروط المصالحة، ولا سيما أن السيد عباس كان يريد لغزة الانتصار ويريد أن يتسلم غزة ويتمكن منها كاملة دون سلاح المقاومة. الآن بالإقرار الإسرائيلي بالتهدئة مع بقاء سلاح المقاومة نحن أمام واقع فلسطيني جديد وأمام مصالحة فلسطينية أيضا بشكل جديد، بشكل المشاركة وليس بشكل الاحتواء، بشكل التوافق الفلسطيني على حكومة وحدة وطنية وليس بشكل فرض حكومة رامي الحمدالله على قطاع غزة. بتقديري باتت الطريق الآن لتحقيق المصالحة أيسر من قبل، ولا سيما التهديد بالحرب على غزة أو التهديد بمواجهة واسعة المدى مع غزة تراجع إلى الخلف خطوة ليفتح الطريق أمام مصالحة فلسطينية داخلية. نتمنى ذلك، شكرا لك دكتور فايز أبو شمالة المحلل السياسي الفلسطيني.